السلام عليكم. وقف وزير الأشغال العمومية رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة على مشروع المدرسة العليا للماناجمنت أو التسيير في ميدان الأشغال العمومية. إذن لهذه المدرسة اللي تمت الأشغال بها يعني انتهت والآن راهي فيه التحضير لافتتاحها في الموسم المقبل إن شاء الله. وهذه المدرسة اللي تقع في محيط مدينة سيدي عبد الله الجديدة إذن تفقدها. ونخليكم تتابعوا الفيديو بدون إطالة يعني تقفون كذلك معي عن مستوى يعني تقدم الأشغال بها وكذلك عن التصاميم يعني تحاوت يعني الشكل ديالها. إذا نخليكم تتابعوا هذا الوقفة على هذا المشروع والسلام عليكم.